مساء الخير، برحب فيكم في شركة واحد أيلة على أرض ملعب أكاديمية أيلة ونادي أيلة للغولف اللي أنهى استعداداته لهذا اليوم بتجهيزات استقبال بطولة الغولف الأردنية اللي بتنطلق إن شاء الله صباح غد لمدة 3 أيام، واللي بيشارك فيها تقريبا 75 لاعب من أكثر من دولة عربية وأجنبية. إن شاء الله كافة الاستعدادات وكافة التجهيزات داخل ملعب الغولف في أيلة في أتم جاهزيتها وفي أعلى المستويات من حكام وفريق جاهز لاستقبال اللاعبين وسيارات الغولف المخصصة والمجهزة بالكامل بأنظمة الرقابة والوصول لنقاط معينة داخل الملعب. ملعب أيلة للغولف هو ملعب مواصفات عالمية من إمضاء العالمي غريغ نورمان، تم انطلاقه في شهر 9 السنة الماضية، متكون من 18 حفرة دولية إلى جانب 9 حفر أكاديمية متخصصة لتعليم اللعبة وما مكان مهيأ أو مخصص للرمي الطويل وهو الدرايفنج رينج. الملعب الآن بكامل جاهزيته بكامل استعداداته، 18 حفرة دولية ب 18 إطلالة مختلفة على جبال العقبة أو على البحر أو من خلال البحيرات الموجودة داخل ملعب الجولف، جميعها يعني ممتعة وبتشجع اللاعب على الاستمرار والتميز في لعبته. الآن احنا خلال الخمس شهور الماضي استضاف ملعب الجولف بأيلة مجموعة من البطولات المحلية والعربية واستضافة بعض الشركات في بعض بطولاتها، وإن شاء الله في شهر 10 من هذا العام راح نستضيف المينا تور وهي من أحدى أفضل البطولات اللي تعقد في المنطقة وراح يشارك فيها ما يزيد عن 150 لاعب من أهم لاعبي الجولف في المنطقة.